كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم فيديو حبايب قلبي روتيننا بعد الافطار. عيشوا معنا الاجواء. نحن طبعا هاي اول سنه صور لكم روتيننا بعد الافطار. رح تشوفوا عن جد نحن روتيننا بعد الافطار كتير حلو. رح تستمتعوا معنا. هو احلى يعني شيء بعد الافطار يعني هيك في اجواء. شاهدوا الفيديو في روح التراويح. شاهدوا الفيديو للآخر وشوفوا الفيديو كتير حلو. انتوا كتبوا لنا شو بتعملوا بعد الإفطار. قبل ما نبدأ الفيديو حبايب قلبي في صديقتنا عهد يا حرام قناتها راحت يعني قناتها تهكرت. صار لها سنين بتتعب عليها بعد فورا بلمح البصر اختفى كل تعبها. عن جد انتوا بتحسوا لما الواحد بيكون تعب سنين اخر شيء بتيجي بتتهكر بكل سهوله قديش الواحد بيحزن عليها. طبعا بنتمنى منكم كلياتكم جيش ليانا ويداد تروحوا تشتركوا عندها ولا تحسسوها انه قناتها تهكرت لانه هي حرام تعبت عليها سنين وكثير زعلت عليها ونحن زعلنا عليها كثير. يعني نحن بنحس انه الواحد بيتعب عليه لما يكون بيتعب على قناه وفجاه هيك بتروح بلمح البصر. فبتمنى منكم كلياتكم تروحوا تشتركوا عندها. رابط قناتها رح يكون بالوصف. هي صديقتنا وحبينا نحن نفرحها. بتمنى منكم كلياتكم تروحوا تشتركوا عندها. خلينا نحن نفرحها بهالشهر الفضيل واجرنا واجركم عند رب العالمين. يعني بهالشهر الفضيل اذا فرحتوا انسان لكم كثير حسنات عند رب العالمين. بتمنى منكم الكل يروح يشترك بقناتها. رابط قناتها موجود بالوصف. روحوا اشتركوا عندها وفرحوها. هلا خلينا نبدا الفيديو. شلنا الفطور رح يطلع رامز. بدي اتفرج على رامز. انا ما فيني اروح ولا لقطه منه. طبعا كلنا بالبيت بس يطلع رامز بتفتي الابره بتسمعي رنته. فانا شو بدي اعمل؟ انا ذكيه. ايوه فكرت بدي اروح البس واجي اتفرج على رامز بس بيخلص دغري على التراويح. لا انا بتفرج على رامز بعدين بلبس. لا هيك مشان مبروك ولا لقطه لانه ليك وبدا. يلا خليني اتفرج انا بدي اروح البس. يلا انا هلا بدي اتفرج. وهلا بدا رامز. لما بيطلع رامز ما بتسمعوا نفس بالبيت بتزت الابره بتسمعوا رنتها. عن جد برنامج كتير حلو كل رمضان لازم نتفرج له. وهون ايمان كمان بتحضر رامز معنا. يعني بكل العيله تقريبا بيتفرجوا لرامز ويزن كمان بس ماما ما بعرف ليش ما بتحبه زياده ما بتتفرج له. يعني بعد الافطار هو بيطلع وقته ما حلو بيطلع بعد الاذان دغري. يعني بس نخلص فطور بيكون طلع ما بنلحق لا بنشيل الاكل ولا بنجلي الجلي واوقات بنخلي الاكل بالارض. هون وداد اجت لبست وعم تتفرج كمان. ايه ده؟ اهلا بعد ما تفرجنا على رامز بعد ما فطرنا جلينا وتفرجنا على رامز شو صار وقت هلا رح يقدم الجامع بدنا نروح مشان نصلي التراويح بالجامع. ويزا جاي معنا لابس صاير شيف. خلصني هلا لقيت تشرب مي هاي عامل لي فيها شيخ. طبعا نحن ويزن طبعا على الجامع وخواله. انا ما بحب هذا اللبس على فكره. بالعكس حلو ماسخ المسبحة. يلا خلينا نروح على الجامع وبس نرجع نكمل كل الروتين. يلا روح باي راجعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهلا بعد ما رجعنا من التراويح انتوا اكتبوا لنا مين بيروح بالتعليقات مين بيروح على التراويح ومين ما بيروح. مين الجامع قريب عليه ومين الجامع مو قريب عليه. يعني اكيد الجامع قريب عليه. لا مو بعيد. لا في ناس بعيد عن الجامع ما بيقدروا. المهم هلا بدنا نروح على المحل بدنا نشتري شوية اغراض مثل قطايف وخبز صايم. صار لي من اول رمضان قديش اليوم رمضان 11 رمضان وانا مشتهي القطايف وما جابوا لي. يا حرام يا انت. وهلا اذا ما كان في عنده بتعرف شو بدي اعمل؟
بدي اقلك في عنده طبعا ما رح نجيبهم جاهزين رح نعملهم نحن طبعا الواحد بيشتغل على بايده بيعرف شو عم يحط وشو ما عم يحط هيك مين لابسك فوق ومين لابسك خلصينا هلا خليكم معنا النظافه اهم شيء النظافه اهم شيء ايه يلا تفضلي نظيفه هلا اجينا على المحل بدنا ناخذ قطايف وشو بدك كمان بدنا شيب اكيد يعني بدك عوامه انا ما بحبها ما بحبها رح ناخد عوامة كمان شو كمان بدنا ايه قطايف وفي بوزة لا نعملهم نحن احسن نعرف شو حاطين فيه بدك بوزة لا انا ما نروح ناخد شيء طبعا عصير عندنا اذا ما في لا حبيبي لا برا شفتهم لك شو عندهم مفتاح لا ما برا انا ما باكل غير خل لهيك جيبي لي خل مثل هذا روحي جيبي من برا ما دخلني روحي لحالك شو بدنا كمان هلا اول شيء بدنا نبلش بالقطايف يعني بدنا نحشيهم مشان نقليهم انتوا لا تجيبوا من المحل من اي محل قطايف جيبوها اللي عندي انا بعمل لكم اياها وذوقوا بس طبعا جيبوا لي جوز انه ما بيحبوا الجوز ما جابوا جوز معه بالعكس مع جوز اختي امي ويزن وايمان ما بيحبوا لهيك ما جابوا جوز يلا ما باثر كمان بدون جوز طيب عن شو بتقول ليانا من تحدياتي اختي السلام عليكم الله يسلمك ولا عليك وعليكم السلام لا والله مو قطايف هاي شو هاي قطايف العصافيري قطايف العصافيري ما اسمها ايه هالقد وبدون ما نقليهم ما حبيتهم هاي اطيب طبعا انا يعني خبيره ما انا خبيره بعمل القطايف بس متلجين حاطينهم بالبراد شو خبيرة بعمل القطايف شو بتعمل بس بتحشيهم لا وبقليهم وعملت كمان الهي القطر ايه انا عملت القطر لا تكذب لا انت ولا هي انا ولا ايمان ولا ايمان انت بدك تروح على راسي ولا شو هلا هيك بيجوا القطايف العصافير فرشي بيعرف والله برح بيعرف يعني اول مره بشوف قطايف مثلا بس هو اول مره بشوف كيف بينعمل طبعا مو بس قطايف جبنا خبز صايم ومشبك وعوامه وبدنا نعمل ايه تعي تعي شوف بدي بلش انا طيب يلا بلش معنا شو بدكم عصير؟ برتقال ولا برتقال؟ برتقال شو ليمون ولا توت؟ اتركي ما برتقال وعملنا هون وعملت انا عصير وحطيت المشبك والعوامة هذا شو بيقولوا له سنود الست سنود الست طبعا انا لا بيوقع انت جبت طيب انت اليوم شو جايبك عندي اذا ما كان رح يوقع رح يوقع بسبب امسكه وكبه وزباله ما راح يقف اوكي يا زلمه جيب السكه مش عم تقطعي السكه عجبتني خليني اقطع انا شو بدك تقطعي قطعي فكر حالها بنتي هيك عم تقطع تعالي تعال لازم اذا هلا كبيته انا ما دخلت اذا كسرتي صير جنتين قطف على لنا اتركوا انت
هلا عندك عند شواربا كل يوم مطلعين يا زلمة كل يوم بابا خلينا نشتغل بيوقف معنا مو انه بيساعدنا لا انا بشوف شو عم بيعملوا لكن انا ما باكل حي الله يا رب ايه ما شاء الله شوف شو عم تعمل هلا انا ما بحب طبعا انا هلا بس شو قالي بدي اروح على الغرفه لاني بكره ريحه القلي ريحه الزيت هلا بدنا نقل القفايف شوفوا مين بتقلكم مين بيشتغل ومين لا ليكو انا بشتغل وهي قاعده لا تكذبي هاي اول مره انت اسمع لقلكم الصراحه فاليوم كان عندنا عزيمه عازمين خوالنا هنا ليانا يا محمد شاطر عن جد من الصبح والله عن جد من الصبح بالمطبخ قولي لا وعملت انت عملت العصير؟ ايه لا تكذبي انا عملت العصير وما بعرف شو عملت المهم ما طلعت من المطبخ غير عم يأذن من المغرب شطوره وبعدين حطيت كل شوي اجانا السلام عليكم روح على روح واجب فصايره شاطره ليانا الله يرضى عليك مرضيه حبيبي قولي اهم خلاص انا مرضت ايه ويلا مرضت كمان وهي القطايف صارت جاهزه يلا الكل يتفضل هدول من تحدياتي من تحدياتي انا يا ليانا عفوا اليوم ليانا صايره معدله شو هيك الله يقطعك هلا عم نحب دق عم بدي الدنيا اكثر انا فهلا بدنا نشوف بدنا نسهر عند ماما مع ماما مو عند ماما مع ماما لا نحن هذا بيتنا نحن خليناه نروح شو صار هذا بيتنا ما حلوة انه نعم تسهر لحالها ونحن قاعدين هون ايه فلازم الله يقف عم يكف عم تروينك انا ما دخلني انت اللي عم انا ما بعبي حالي يلا خذوا خلينا نروح لك غسل ايديك بس حكي العصير اهم منك لا تكبه يلا روح خذ هذا روح انا زي ربنا لا كان نكمل العصير العصير اهم منك ومن يزن وهلا هيك العيله صارت جاهزه عشان ياكلوا حاضره تعالي ياسمين ياسمين طبعا ما بيصير شيء عنا وما بتكون حاضره بدك عصير بتطلع لهون شو عم تاكل تاكل فيها مبدا هذا الولد الصغير بيعفن ببطنه معلومة صايرة دكتورة أنا يلا عطيني عصير ودار يزن قاعد شطور آدمي تفضل يزن طبعا هلا بعد يعني بعد الفطور وكل شيء بيطلع المسلسلات كل هون في مسلسل الصديقات وولاد بديعة والعلبة والعلبة تفرج عليها مسلسلات رمضان يلا انت عدي هون ما بتتحركي وين الصحون يا ست؟ قومي تجيبيهم انا ما دخلني هلا طلع العربجي نحن عم نحضر اكثر شو بنحبه العربجي انتوا شو متابعين برمضان؟ انا رح اكل عم ضيفنا صحون؟ هلا ما لا مو صحون بدي اعبيكم فيهم انا ما ما بس بدهم يحكوا تعالي ان شاء الله يكون عجبكم وهلا شو بدنا نعمل ما بدنا نعمل شيء بدنا نضل نتفرج للمسلسلات رح نفرش رح نفرش ونقعد نتفرج على المسلسلات للسحور بنحط السحور وخلص كذابه شو كذابه نحن اوقات بنروح لعند بيت جده بس اليوم ما رح نروح اوقات يعني إيه كمان مش هتفرج هناك مثل هون يعني عند بيت جده يعني بنقعد ولا كانه رايحين على بيت جده طبعا لما يكون عندنا مدرسه ليانا بتنام بكير انا بضل فايقه ما بتنام هي لبعد يعني لبعد ما صار هلا شو بدكم بحكي هذا كله حكيها ما بهم بتمنى ما بهم
فهم. بتمنى منكم حبايب قلبي الكل يروح يشتركوا بقناة عهد ويوسف. حرام خلينا نفرحهم بهالشهر الفضيل. بتمنى منكم الكل يروح يشترك فيهم. رابط قناتهم موجود بالوصف. بنحبكم كثير. لا تنسوا تحطوا لايك شير سبسكرايب تضغط على جرس التنبيه حتى يصير كل شيء جديد. بنحبكم. رجعنا للمقدمه الاول. لا بس انت غربه انت. انا لما كنت بقول لا تنسوا تحطوا لايك وشير انت ما لا انت كنت تحطوا لايك بس انت ما حكيتي غير لايك وبالقناه. يلا بنحبكم كثير. باي.